وانه الكرة لم تصله، هاي الكرة لحراق جميلة، هاي الكرة هدف، التسديدة التسديدة الهدف الأول لصالح فريق اتحاد الحراج. اتحاد الحراج يفك الشبرة الدفاعية لفريق اتحاد الجزائر عن طريق ملال. ملال لم يمل، ملال لم يتعب، ملال يمنح الفرحة ويمنح السعادة لهؤلاء ويطلقون العنان لأن فريقهم تقدم في النتيجة في حدود الدقيقة 37. أتحدث عن متذيل الترتيب لاتحاد الجزائر وأمام الرائد المتصدر اتحاد العكس اتحاد الجزائر واتحاد الحراج. الكرة من حراق باتجاه ملال لم يمل، راوغ ثم سدد في الزاوية البعيدة فمنح فريقه الأسبقية والمقدمة في هذه المباراة التي يستحق فيها كل فريق التقدم وخاصة اتحاد الحراج الذي يلعب بطريقة ذكية. إدريس نعم، ولكن شوف هنايا، شوف التايمينغ تاع التمريرة، خرج من بعد المدافعين في ظهر المدافعين هنا افيك ان سون فروا، يعني تعامل